حلو جايز، مساء الخير، حياكم الله بالحلقة الثالثة من تحديات تاتا بوتاتا. راح تشوفون الحلقات كل يوم على رمضان ان شاء الله على اليوتيوب. طبعا اذا تبي تشوفون الحلقات دائما وتشوفون المحتويات اللي موجودة لا تنسون تسوون لايك وشير سبسكرايب جرس، فعلون الجرس بس يصلكم كل محتوى جديد. تحدي اليوم ان شاء الله هنشوف شنو شروطه، مثل ما تعودتوا نفس رتمنا كلنا لابسين اسود، ونشوف شنو العواقب وغيره من هالامور. طبعا الله يستر معك. وشفتوا الحظ اللي طاف في صار بطل والحين نتمنى انه ما يعرف. حمود لا تقش. اوكي تايم 1 2 بلش يلا. بدون لا تشم ما شم شيرة عين سلايم جيمر نستلة هريس حلو هو شيء من أطباق الحلو. هو وايد إيه حلو حلو هو من أطباق الحلو. واو حلو ما أدري. Stop. معجون أسنان؟ أحسن دورة برا خلنا نشوف التيم نقطتها أو لا. يلا شيلي الربطة. عفي عفي الله يخليك. جاهز تايم؟ جد والله ماكو شيء يخرع؟ إن شاء الله ما يندو. يلا أعطينا تايم تايم جو. لا تطالعين. دي بارج زرع مالك يا حشيش. صح 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 انت اللي صرخت عليك حبيبتي. هنشوف الحين دور محسن نقطته ولا لا. يلا تايم 3 2 1 جو. شمتي يا حق قب قب. لا قب قب او ختاق او سلمون. حط ايدك الثانية راح تعرفها. ركز. اخطبوط؟ لا لا كلش مو بحري. سمج؟ والله مو بحري. لحم؟ باص خروف؟ لا. باص بقمر؟ أسنان 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 سمج سمج سمجة. أسنان سمجة. السمجة من وين؟ دشش إيدك الثانية دشش. سمجة هو لحم. شوف. واسخة هو شيء. لفة شوف. أسنان قلت أسنان. أسنان شنو؟ لا بس قلت أسنان بس. ما أنا في بحلقة من الحلقات اللي طافت قلت عيش ما انحسبت لي. قالوا لازم كسكس العيش المغربي. بس قلت أسنان. نقطة محسوبة. مع تحدي حمول طبق الثاني. أبطل؟ بطل. جاهز؟ طبق الثاني ليش مو اكل؟ جاهز؟ يلا ارمي جو. انتوا شنو شغلكم كله بصحون؟ شوفه صابون صح؟ صابون صابون اي بعد صابون صابون شنو تبي يقول لك المسكين؟ اي ماركة؟ صابون اي ماركة؟ وميدن وين؟ وهذا في صابون اي ليش ما تفتح صح؟ لا والله بس كنا اسنان من هني. ليش ما قلت اسنان عيب؟ يعني اعرف انه صابون نطحه. خلينا نشوف هالنقطه هذه تجيبها ابرار ولا لا. بطلي يلا بطلي تايم جاهز؟ جو 3 2 1 جو. من يا بنت ولا حمود؟ انا طاسه. هو محطوط طاسه على اساس لا يتحرك. لا يتحرك. ولد 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 ولد. لحظه. قاعد يطلع ترى. كذاب. كمله كمله يلا يلا. شوفي كان نودلز شنو نودلز صح؟
ولد الحين مع تحدي فواوي. اتمنى انه ما يعرف لانه ابغى علي. يلا بطل. يلا بطل. اتمنى ما تعرف. لا تايم 3 2 1. شير نخلة. قصة النخل شيء نخلة سالفة. يلا هذا حق بعدين نروح فيها. تعرف ليش حرام؟ ليش؟ أقولك ليش؟ لأن أنت هاك القاس سويته قبل، لما تسوي كذي يطلع شيء مو قوي. ما حد فضحنا غير. لا والله عشان صوتها. يلا اللي بعده. تنفع مهدته؟ مع التحدي مع دييغو. الفصال ها؟ إن شاء الله يجيبه. إن شاء الله ما فيها. 3 2 1 جو. شنو هذا؟ أبرا الحين دورج. ربطة. لعبة حياة بلاستيك. حية أنا الحية. إيش رأيكم بالموضة؟ اثنين باثنين. محسن إذا ما جبت هالنقطة ترى تعتبر خسرانة. أوكي. والحين خلينا نشوف النقطة هذه إذا محسن يابها نكون مكملين. يلا. طبعاً إحنا لعبنا بكل حنية. واضح. كل حب. واضح. 3 2 1. Go. دب دب يس الصندوق لا يخترق وانا بصل. اوكي 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 الحين من الفاز كم صرنا الحين مع التحدي الفصال محمد اللي خسر فيه دايركت تايم. 3 2 1. شنو داخل شيا سيدز؟ هاي شنو يعني؟ شنو هذا؟ لا فحم؟ فحم مكسر كذا فحم مكسر بسكوت مكسر كبرت احنا قلنا ما نكسر هالسوالف لا اوكي طبعا تايم طول بسكوت فحم شو التايم ما خلص؟ ستوب وقت انا بشوف قهوة ما كسرنا شيء خلاص يعني حمود خسران؟ لا واحد في نفاذ خاص اي سكي عينج الفصالي مع أبرار خلينا نشوف إذا التيب اللي داخل صندوق ولا لا أشيل عيني؟ يس شيلي عينك جاهزة؟ 3 2 1 روح اكشن شنو هو؟ صح داخل شن داخل الصحن؟ لا تجيسين الصحن، جيسي اللي داخل الصحن. بسرعة عندك وقت. ياق. شنو هذا حاطينه ما؟ ما في شيء داخل. ياق. Yeah. صح. هي. داخل لا خلاص خلاص شوفي شنو داخل. شوي حركي. إن شاء الله ينصب. بيض تبيني امسح بوجهي ترى زين حق الماسك اذا محسن فاز هو اللي راح يقرر منو اللي راح يسوي يعني شيء انت مو قلت الشيء ينحط على عداله الحين اذا محسن فاز نقرر منو الخسران هو اللي يقرر
أبطل هو اللي يقرر. يا يلا بطعنك. لا يبطل. لا يبطل. لا لا بلش التايم. هذا هندي. Three, two, one, time. لبنة. No. مايونيز. كاتشب. كاتشب. بارد. كاتشب. شوف بعينك. بس إذا مو هو تخسر. محسن بما ان انت عندك ثلاث نقاط منو اللي يرفض العقاب؟ ما حد راح يزعل، انا ما راح ازعل. ما غير زعل؟ سوري خلونا نشوف خلونا نشوف العقاب. وبما ان شفتوا ان محسن فاز فهو قرر ان ابرار تاخذ العقاب بحلقات جايه ما ندري من راح يخسر. فعقاب ابرار مثل ما شفتوا انه راح يكون دود ميت راح نصبه على شعر ابرار وراسها. هي لازم ما تطلع ولا صوت، كل صوت تطلعه 10 نقاط زياده راح تنحط على السكور. اقول ايش فيك انت؟ حاولي تمسكين عمرك. ما اقدر. مي خلف حمود، كل صوت تطلعه تحسبين كم نقطة زيادة حق العقاب الأعظم بالحلقة الأخيرة. جاهزة؟ لا. يلا ناخذ. لا 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 تعالي يا بنت تعالي. أوكي زين أنا أقول جد كذي؟ لا لا خلنا خلها قاعدة خلها قاعدة. حكم تبي كذي؟ كل صرخة 10 نقاط. كل صرخة 10 نقاط أوكي؟ محسن صبه كذي صبه. انت شنو كل صرخه 10 نقاط؟ صبه بحلجك حطه بحلجك خليه ياكل دوك. كل صبه 10 نقاط. ابرار تخيلي شيء حلو قاعد ينكب عليك. اي قاعد ينكب عليك فلوس. ثلاثة دود فلوس. اثنين واحد. خلص. ما سحبت على نفسها ولا نقطة زيادة. حلو مبروك أبرار. تعال اقعد 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 خلنا نختم حلقة اليوم. أبرار برافو أبرار والله انك قدعة. دش بظهري. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. اذا ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو لا تنسون تسوون لايك وشير و سبسكرايب و تفعلون الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. تابعونا بالحلقات القادمه وخلينا نشوف شنو هو التحدي ومنو راح يخسر. وترقبوا الحلقه الاخيره في عندنا العقاب الاعظم على حسب النقاط اللي موجوده. ادري انا شو اللي عاجبني شنو اكبر عقاب الحين لازم انتم تعرفون هذا كله. افا عليك افا. فكان اليوم عندنا الدود. نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. مو 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 ومثل ما تشوفون بداية الفيديوهات كان في انستغراماتنا. باي باي.